المهم اللي كان في المظاهرة ديال لوبان تفريعي هنا في اللحظة اللي دخل فيها الدخل اللي هو بحكم انه طالب في الحي جا للحي الجامعي تما في الباب بالضبط بقى شوية تما مع الدراري الطلبة إلى آخره شوف هو يسخف شدو كريت من الضغط سخف يعني جمال دائما كنبيو النداء ديال حركة الشيخ براير لان كنشوفو فيها حركة يعني كطالب مطالب ديالنا خصوصا حنايا الشباب فئة الشباب فكان كان كنا البارح فاني في مسيرة نيس بقنيطرة اللي تعرضت النيت للقمع كنا من احد المعتقلين يعني في 13 نيت هذا اليوم فاني يعني الاعتقال رغم هذاك الشيء ما خلاناش اننا نتراجعو اللور كنا يعني عازمين اننا ضروري الاستمرار وما مفكرينش مع هذا المخزن المغربي فنزلنا اليوم مع 6 منطقة طيهران بالقنيطرة مباشرة بعد رفع أول شعار يعني على الجينة وحس الجينة يعني هذا الشعار اللي معروف ديال الحركة شعار عادي أول شعار كنرفعوه فكنتلقاو يعني المطاردات والصوت الأزقة القمع المباشر الاختطافات ديال ربما الشهادات اللي شفتوها ولا دار بزاف الأمور أن كاين اختطاف زائد تعذيب يعني ما تلقاش فقط أنك ضرب ولا قمع ولا تفريق مظاهرة فقط يعني كإضافة لذلك تلقاو أن الناس يعني تعذيب بشتى أنواع ديالو سواء اللفظي سواء يعني الجسدي اللي تعرضوا له جميع ولاد الشعب وحنايا تنقولوا للمخزن باختصار شديد ما مفكينش حتى تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الجديدة عصير بيسبول يعني هذه الدائرة الجديدة في القمع المغربي وانا جايب لك عصا ديال البيسبول وانا كتكسر يعني تكسرات يعني شحال من تكسرت على المتظاهرين فقط يعني رغم الشعارات السلمية ديال هذه المظاهرة شتائم يعني الكلام النابي اللي ما عمرك يعني كتقدرش تقوله يعني حتى اللي ما كتحمليش كاع في الامور يعني كتلقى نفس الكلام يعني اللي ربما يعني هاد الناس مربيين عليهم دوك المستبدين مربيينهم على هاد الكلام هذا فهم كيجيو يطبقوا على ولاد الشعب حنايا تنقولوا له حنايا الاعتقالات هاد الاعتقالات كامله ما تخلناش نرجعوا الله الاعتقالات يعني بالعكس هي كتزيد تقوينا وكتعطينا طاقات اخرى باش ننزلوا في المحطات المقبله وهاد الاجواء اللي كانوا تيعيونا راسنا بالخطابات الخاويه واللي مفارغه المضمون بان راه بصح كاين استفتاء وكاين دستور جديد وكاين توسيع الحريات هالحريات وهالقمع انا راه مع اعتقالي في حلم المسيره قدام البنك الشعبي ما عرفتش انا علاش كنا خارجين مسيره سلميه حتى تم يعني انهم بداو كيجريو عليا وكيبغيو كيطاردوني قدام باع المتجولون طاردوني وكيشدوني وبداو كيضربو فيا كيضربو وبعد ذلك شدوني بغاو يطلعوني للطوموبيل في الطابير وبداو كيضربو بواحد العصر بداو كيضربوني شوف الجيش ديالي كيفاش دايره الجيش ديالي كيما هكذلك يعني واحد الشكل همجي واحد الشكل بشع واحد الشكل يعني كنشوف لي الشكل في اسرائيل وبدينا كنشوفهم في سوريا وفي اليمن وكاين هاد الشيء هذا يعني كينقلوا هاد الشيء هذا اللي عندنا هو ضربوني اليد ديالي يعني واحد شادني والاخرين كيضربوا ضربني اليد ديالي هاي يدي ما عرفتش واش دابا الهرسه ولا يعني منفوخه بواحد الشكل كبير تحاور معايا ديك الناس عند الطالب يعني المغرب غادي كيتحسن وغادي كيولي مزيان التغيير غادي يبدا والملك حقق داكشي اللي باغيين مزيان قلت له خطاب 9 مارس هذا الشيء هذا هو اللي كنشوف العكس ديالو الملك كيقول لك خطاب 9 مارس حرية التعبير والديمقراطية وتبعيد توصيات لجنة الإنصاف والمصالحة حتى انتم الآن كتفعلوا هذه التوصيات هذه الآن باعتقالكم ليا والضرب ديالكم بهذا الشكل هذا الهمجي مزيان هذا الشكل هذا هو الديمقراطية وهذا هو الخطاب ديال 9 مارس اللي كيتأجر أرض الواقع وهذا هو تعديل الدستور اللي غادي اللي حنا غادي إطارو لذلك حنا ما غاديش منفكينش كما كيقولوا حنا ما منفكينش حتى تغيير المغرب نحو مستقبلي ان شاء الله زاهر
مستقبل الحريه والكرامه والعدل. شدوني ضربوني من هنا الرجل تقريبا شي 15 ضربه متابعه بالعصا حتى العصا تهرست تما طاكيت بيدي ديال ربما فرصه ما قلتي بعد اجراء الفحص الطبي يتبين واش الهرس ولا يعني الاعاقه هكا. تما حملونا في السياره داونا للمغابه تكرفصوا علينا بالكلام قبل ما نوصلوا شبعونا كلام خاسر كلام ما يلقش بان الانسان يسمعوا. احنا طلبه موجزين معطلين ما عندنا ما ناكلوا ما نشربوا تندافعوا عن الحقوق ديال الشعب الحقوق ديالنا احنا العاطلين. ثم انهم من بعد ذلك اعطونا بلا خلونا في الغابه ما قدر ما كاين علام نجيو شافونا الناس تمايا دار فيه واحد السيد الخير هزني منا هزوني اربعه ما قديش نزيد اني هذه الجد ديالي متخوفه بواحد العصا الشنقار ديال العصا ما هي تقات تزيد بالاضافه ان ثاني ما قديش نبين هنا تحت ما الدار طويل وحمار بزاف الاستحياء من الناس ما قديش نبين داك الشيء. هنايا انتم تتشوفوا هذه هنايا 15 ضربه هنا شي سبعه ضربات شي سبعه ضربات متابعين كاملين هنايا السبع ديالي متقدش هذوك هما الضربات كاملين يعني ضرب 15 ضربة اللي تضرب دايب. سابق إنذار لا سلام لا ضرب لا والو تفاجئ بهم كيف السعي كيطيحوا على الأرض كل واحد فين كيضرب كاين اللي كيضرب هنا كاين اللي كيضرب هنا كاين اللي كيضرب هنا السبان إلى غير كنحاول غير ندافع على راسي غير على المواطن إلى غير ذلك والأستاذ والمحترم إلى غير ذلك فإذا بي كنصادفوا صراحة وناس طيلة الفراش ما فيهمش والو ضرر واحد الإنسانية باش يدور عليك أكثر من 20 واحد وكل واحد عامر إلى غير ذلك قافز فيك وما كتفوش بهش بل هزوني في غيبوبة هزوني ولوحوني في الصفات كنحمل عينيا كنلقى راسي في السافات في واحد الزاوية مباشرة كنحل عينيا واحد خويا تبارك الله كيضرب ليا كنركبو في الصفات تهديدات إرهاب نفسي إرهاب نفسي صراحة دروس كنركبو في الصفات وكنطلق الصفات يلا كنمشيو هكا كنمشيو كنتفاجئو بين كيهددونا راه ندوكم تمارا ندوكم وثقة تزماماش كتسمعو تزماماش إلى غير ذلك السير لي كامل غندوزوهم وغتخرج على راسك إلى غير ذلك كدير الفوضى باغي تحيد واحد السيريس الغابة كنلقى راسي في وسط الغابة كيرفسو عليا واحد أكثر ما يقولك 20 بوليسي كيرفسو فيا وكيضربو ويكسبو باغي تحيد المالك باغي دير الفوضى صافي كنت انا ازماتيك محتاج البونطورين كنخشي راسي اللي يدي في جيبي ما كنلقاش البونطورين ديالي واحد زعما بواحد الحاله زعما بواحد الحاله انسانيه ما يمكنش تصور انا ازماتيك ونحتاج البونطورين ولا ما نعطيه لي بس كنتخاف غير انا صغير غير قفص صدري ديالي كنحس به كنشوفو قدامي وكيجي صراحة زعما كنخجل من الانتماء لهذا الوطن هذا صراحة في هذه النماذج مابقاش عندي الفونطورين هرسوا لي بورطابلي بورطابلي كاين اللي يكون وريتو ليكم مخرجش كامل نضادري نضادري تا هما ديال الضرب نصاوبهم يلا صاوبتهم وهرسوهم لي ما عرفتش شنو هما لحد الان كيلوحوا لي مصطفيت كيدورو كيمشيو بحالاتهم كنتفاجئ براسي في وسط الغابة هذاك كلمة أخيرة باش نقسم اللقاء هذا كنحيي جميع مناضلين الحركة الشعبية في برايا الشعبية ودير التغيير مختلف المواقع على المستوى الوطني كنشهدوا بنضالاتهم وحنا ما مفكينش كغيرنا من باقي المناضلين ما مفكين صراحة ودائما على العهد ودائما على الوفياء الحركة الشعبية في برايا الشعبية ودير التغيير.